بما ان النهارده اول يوم العيد. جريمه في العاصمه هي مسرحيه في لندن وصارت بمصر وراح تصير في الكويت. ممثلين كويتيين، المخرج العبقري نجم مصر أشرف عبد الباقي هو مخرج هذه المسرحية، فعلا مسوين جريمة في المسرح. وين الأستاذ أشرف عبد الباقي؟ للأسف ما تبقوا الأستاذ أشرف طالب 90,000 دينار مبارك، ما عجب السعر دق علي قالوا شيخ لي قالوا مبارك شو عندك بليه؟ ما عندي شيء. يمكن النهارده ما بنيجي نبص لكل الدول العربيه اللي موجوده هنلاقي الكويت كم المسارح الموجود فيها بكم الشباب اللي عامل مسارح فيها. النهارده ليله الوقفه، بكره العيد، بكره في 12 عرض مسرحي. احنا اليوم العيد، النهارده العيد هتلاقي 12 12 عرض مسرحي. ده بيعني ان في حركه مسرحيه، الجمهور عارف ينزل من بيته وعنده خروجه اسمها خروجه المسرح. أكيد. ده في حد ذاته شيء جميل. صراحه انا خايفه هالاثنين يقطون علي. والله ما قلنا شيء. والله خايفه، شوفه ساكت بس وراه كلام وحكي. مبارك عيدك مبارك. ايامك سعيده وكل عام وانت بخير وكل من يشاهدنا بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. لان السنه اللي طافت سوينا شيء مختلف وصعدنا بالليفل. فصعبت علينا هالسنة، قلنا شون نصعد بالليفل أكثر، فرحنا حق جريمة في العاصمة. طبعا إخراج الأستاذ أشرف عبد الباقي من مصر. طبعا هي أساس المسرحية هي The Play That Goes Wrong بلندن، هي كوميديا مختلفة. مبارك المانع وقت ما شاف العرض ده في لندن وحب يعمله وقابلني في مصر، أنا يعني أول حاجة احترمت إنه هو عايز يغير، عايز يعمل حاجة. لندن ومصر والكويت. أيوة. شنو الموضوع؟ وفرنسا وإيطاليا. بعد. عاملين إيه؟ كويسين. الأستاذ أشرف عبد الباقي كان ماخذ حقوق أهل الشرق الأوسط كامل. حلو. فيعني تم الاتفاق طبعًا مع الأستاذ أشرف إن إحنا نقدم جريمة في العاصمة وإن شاء الله راح تشوفون ليفل جديد. الحادثة من فور سيزن. ممكن اقول شيء بس اخاف يعني ربعي بالمجال يزعلون مني. ليش؟ انت اكثر ممثل ضحكني على المسرح. كذاب اول شيء. والله هو ذوق. يا رب عيدكم مبارك، هذا اول شيء. ثاني شيء اللي ما حجز حجز، لان هذه المسرحيات ما يعني من الصعب تحصلين التكنيك اللي قاعد نسويه. انا احبك يا سعاد. مو انا احبك يا مراهد. عمري ما راح احبك مراهد. انا يا شباب الأساس هو الفكرة الإنجليزي اللي اتعملت بشكل جديد من الكوميديا، بالإضافة إن هم كلهم ككوميديانات وكممثلين مسرح شاطرين جدا، قدروا إن هم يضيفوا روحهم، يضيفوا شغلهم على الفكرة الإنجليزي. إحنا عارفين إن هم إيه، الفكرة لطيفة كشكل جديد من الكوميديا، لكن هم دمهم في الضحك غيرنا. دوري مخرج المسرحية، والأخطاء اللي تصير قاعد أحاول أني أتعامل معاها من غير ما يحس الجمهور طبعا، يعني بشكل غير محسوس. سميني عاشق مجنون. سلام عليكم، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. طبعا دوري اللي هو كبير الخدم، الدور طبعا مو حافظ منه ولا شيء، وكاتب كل حواراتي بيدي. لو بنتكلم على الحفظ، بصي الحفظ يعني أسامة. سالي فروت الهابور. لا سالي تشبه. الله يبارك لك. الله يبارك. يعني يا بختهم فيك. أنا اللي يا بخت بيهم بجد، اتبسطت إن أنا موجود معاهم وجاي النهاردة. ما تتخيليش جاي لهم، مبسوط ان هقعد معاهم ونتفرج حتى لو الوقت ضيق، بس بجد مبسوط ان انا معاهم. اخوي خلاص يا جاسم، اخوي خلاص، اخوي ما راح اشوفه مره ثانيه. وين اخوي؟ وين اخوي؟ وين اخوي؟ ما راح اشوفه.